كتير مهم نعرف انه اي حدا مهما كان مجال عمله قادر انه يوقف اليوم بوجه العدو الصهيوني، وتحديدا اليوم الادباء الكتاب المثقفين يلي اكيد من خلال اقلامهم ورسائلهم وافكارهم عم يجسدوا الثقافه العربيه والفلسطينيه ويوثقوا قضايا الوطن. لهيك اليوم في اهميه كتير كبيره للادب بترسيخ دور المقاومه. يا رشا اكيد هايدي دائما الادب والشعر والمفكرين كان قلمهم هو سلاح صح. ضد الحرب مع العدو الصهيوني، هذا العدو يلي اغرته مقوله العدو الذي لا يقهر. كانوا دائما المفكرين لهم كلمتهم ولهم توثيقهم وذاكرتهم لكل الانتصارات وكل الحروب اللي كانت على الارض. اليوم رح نحكي عن دور الادب، وضيفنا لليوم هو الناقد والصحفي احمد هلال. يسعد صباحك استاذ احمد. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بكل خير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ احمد. بدايه يمكن في مفاهيم كثيره للادب المقاوم اليوم، خلينا هيك بداية نعطي تعريف مبسط عنه ونعطي عن أهميته بوقتنا الحالي. يعني دائما احنا بس نحكي عن الأدب المقاوم نستعيد كتاب مؤسس وضعه غسان كنفاني، الشهيد والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني. هذا الكتاب هو أدب المقاومة في فلسطين المحتلة 1948-1966، يحمل يعني تصور غسان كنفاني لأدب المقاومة أو فكرة المقاومة. يعتبر غسان كنفاني أن أدب المقاومة هو سياق تاريخي شامل يتضمن يعني محاربة الاستعمار، محاربة الإمبريالية. ويؤكد أيضا غسان كنفاني أن ظاهرة الأدب المقاوم ليست ظاهرة جديدة في الثقافة الفلسطينية والعربية، هي ظاهرة جديدة القديمة المتجددة بطبيعة الحال. أراد غسان كنفاني خلال هذا الكتاب شيء من تاريخ الأدب المقاوم وشيء من التوعية يعني للعربي، للفلسطيني، للمواطن، للنازح، جميع هذه الأطياف، نوع من التوعية. وبالمقابل أيضا تنبيهه إلى خطورة الأدب الصهيوني. يعني كتاب ذا شقين، وبالتالي استحضر أصوات فلسطينية من مثل توفيق زياد، من محمود درويش وسواهم، هؤلاء وسميح القاسم بطبيعة الحال، هؤلاء الذين أسسوا مفهوم أدب المقاومة، المقاومة في التعبير الأدبي، المقاومة خلال الأدب، وصولا إلى مفهوم أشمل هو المقاومة الثقافية. طيب أستاذ أحمد، اليوم يعني عم نشوف مشاهد مؤلمة، ويعني كلنا متألمين لكل شو عم يصير، إن كان بجنوب لبنان أو كان بفلسطين الحبيبة. هاي الحالة هي بتشكل، نحن دائما نعرف أنه الإبداع يولد من الألم اللي عم نعيشه بحياتنا، وهي حالة خاصة لدى كل الشعراء والمفكرين. قدي هاي الحالة بتعطيكم دافع للكتابة؟ هذه تشكل خزانا، يعني خزان كبير وإلهام، لأن كما قيل الألم يحمل ويدفع أولئك الكتاب المبدعين إلى أن ليس إلى أن يمتثلوا هذا الألم، وإنما يعكسوه في صيغ الأمل. يعني نحن نعبر من الألم إلى الأمل، وبالتالي ما يجري في فلسطين وغزة وما يجري أيضا يعني في بيروت وفي غير مكان، للأسف يعني هذا المخطط الصهيوني الذي يروم ابتلاع البلاد ويريد السيطرة على يعني على مقدرات البلاد ويريد تحقيق هذه الأحلام التوراتية المعروفة يعني. لكن في المقابل دور الكلمة هنا، ما هو دور الكلمة يعني على الجبهة الثقافية؟ نعود دائما إلى أهمية الثقافة بوصفها، هي التي تعبر عن أعماق الناس، تتماس مع وعيهم، تخلق وعيا جديدا. إذا لم تخلق الثقافة وعيا عند الناس فيعني تصبح، أقول بلا جدوى يعني بين قوسين، الثقافة لها دور فاعل بطبيعة الحال. حتى أن الحرب الضروس على سوريا الحبيبة التي شنت من محور الشر دعيني أقول، كان عنوانها ثقافة. الثقافة، إذن علينا أن نعود إلى مكونات هذه الثقافة، إلى بناء الإنسان، بناء الإنسان من خلال الوعي. وأنا دعوني أذكر كلمة للمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، يقول في كتابه الثقافة والإمبريالية، تحدث عن فكفكة استعمار العقل. يعني هذا العدوان على الأرض وعلى الذاكرة وعلى الإنسان وعلى الهوية هو استعمار للعقل بالدرجة الأولى، لذا يجب إطلاق العقل وتحريره وبناء هذا الإنسان بناء أخلاقيا، بناء معرفيا،
بناء نفسيا أيضا. يعني هذا دور الكلمة في كل المراحل، في كل العصور، في كل المستويات التاريخية. ومن يحمل هذه الكلمة؟ الكلمة هي الإنسان يعني بطبيعة الحال، لكنني أقول إن الكلمة هي طلقة الوعي، هي هذه الطلقة التي جنبا إلى جنب تكون مع هذا المقاوم على الأرض هنا. تمام أستاذ أحمد، الأدب يعني اليوم على مر العصور كان له دور كتير كبير بتأريخ النضال ضد الكيان الصهيوني الغاصب. نحكي أكثر عن الكتابة ودور اليوم بدعم إن كان القضية الفلسطينية أو القضية بلبنان. يعني دائما وأبدا كانت الكتابة، كانت الكلمة، وكانت كان الإبداع عموما بكل أطيافه وأنواعه مواكبا لما يوجد على الأرض من أفعال المقاومة. حتى أننا نقول ثمة الصلاح الجديد هو المثقف المشتبك. هذا المثقف هو مقاوم بطبيعة الحال وينقل الكلمة من الوعي إلى الواقع. يعني الأمثلة كثيرة، ليست فقط غسان كنفاني وإنما العديد من الأدباء، يعني الشهداء الذين قرنوا القول بالفعل. إذن يعني هنا أيضا عودة إلى أدوار الثقافة في هذه المرحلة بالذات، المرحلة الحساسة التي نمر بها من عدوان طليق على ذاكرتنا، على تاريخنا، على هويتنا. ماذا يقابل هذا العدوان؟ هذا الوعي. نريد سردية وعي. سردية الوعي تحملها الأجناس الإبداعية، القصة، الرواية، المسرحية، الأغنية حتى يعني، وحتى الفن التشكيلي يعني. كل هذه الأجناس الإبداعية المختلفة لها دور وظيفي ودور أخلاقي ودور معرفي أيضا في إنتاج هذا الوعي الذي يجب أن يحمله الإنسان المقاوم أو الذي يرفض به الإنسان المقاوم. هي تمثل المأثرة، تمثل قوة المثال الكلمة، والسردية تمثل قوة المثال التي نحتاجها في الأزمنة الصعبة لا سيما في زمننا. صحيح. أستاذ أحمد، ذكرت جملة وهي جميلة جدا، أنه من الألم يخلق الأمل أو نذهب إلى الأمل. تمام. اليوم هل ضمن الظروف اللي عم نعيشها مفروض أو واجب الكاتب عند وقت اللي بده يرسخ حادث ما أو عدوان ما أنه يعطي شيء من خياله للشعب أنه يتأمل بغد أجمل، أو لا المفروض يجسد الواقع كما هو؟ شكرا على هذا السؤال، السؤال يعني عميق حقيقة. دعوني أقارب هذا السؤال. الكاتب هو ضمير شعبه، هو ضمير أمته، هو ضمير الكتاب، وبالتالي يجب على الكاتب أن يخلق الأمل ويستنبته، يخرج من عروق التراب، يخترق قشرة الوقت. نعم. كان سميح القاسم يقول ثمة أمل، ليس أملا، ليس الأمل مجاني، هنا الأمل من أجل الأجيال الجديدة. كيف سنخلق وعيا في وعي في ذاكرة هذه الأجيال الجديدة أن لم نكن صناع الأمل؟ نحن نصنع الأمل ليس لنا فقط وإنما للأجيال، للمستقبل. نعم. وهذا هو دور الأدب، أن يكون تنبؤيا، أن يكون مستشرفا، وأن يكون مواكبا. الأديب اليوم هو في معترك حقيقة، صاحب الكلمة في معترك. وأنا دائما أقول لابد من مسؤولية أخلاقية ومعرفية تماما حتى نستطيع أن نرتقي إلى مستوى هذه القضية، ونرتقي إلى مستوى التضحيات، الجسام التي يعني يقدمها الشهداء، يقدمها الشعب الفلسطيني على سبيل المثال، مستوى تضحيات الجيش العربي السوري على سبيل المثال. نعم. أنا أتكلم عن سوريا بوصفها فلسطين، لا أتحدث عن فلسطين مجردة، فلسطين هي جزء جنوبي من سوريا. قد اليوم للكاتب في تأثير كتير كبير، قادر يمكن من خلال كتاباته وأفكاره أنه يوصل للعالم بأكمله، العالم العربي أو الغربي، يوصل شو هي الصورة الصحيحة اللي عم تصير؟ تماما، يعني يجب أن تكون الكلمة هنا قوة المثال، مصداقية ووعيا ومعرفة. يعني ليس من كلمة مجردة، الكلمة هي تصنع كما قلت ليس الوعي فقط وإنما الفعل. يعني الكلمة حاملة الفعل، حاملة الوعي، هي التي تجسد بقوة مثالها الصورة التي ينبغي عليها أن يكون الواقع. يعني تفضلت الأستاذة فسألت عن الواقع، هل نستطيع أن نخلص الواقع؟ الكتابة تجعل من الأدب واقعا جديدا. نعم. هذا الواقع الجديد هو واقع الأمل، واقع الأحلام، واقع أن تتحول الناس من مستوى المكابدة، من مستوى الأمل إلى مستوى الأمل، يعني من مستوى الألم إلى مستوى الأمل. والأمل هنا بطبيعة الحال ليس أملا مجانيا،
هذا الأمل المقرون بدم الشهيد على الأرض الشهيد لماذا يستشهد وهو ذاهب إلى الحياة بطبيعة الحال؟ أنا أقول هنا أن أدب المقاوم هو أدب الحياة وليس أدب البكائيات وليس أدب يعني الرثائيات، هو أدب المقاوم هو أدب الحياة بالضبط. يعني هكذا أريد أن أكثف مفهومي لأدب المقاوم هو أدب الحياة وأدب أبناء الحياة وأدب أبناء الحياة وأدب يعني الذين يتجشمون صنع مرحلة تاريخية. نحن اليوم أبناء مرحلة تاريخية شديدة الأهمية وشديدة الحساسية، لابد من مضاعفة الوعي، والوعي هو الذي يخلق الأمل. يعني المتشائم لا يخلق أملا على الإطلاق، والمتفائل سيخلق الأمل وستتبعه الأجيال الجديدة إن شاء الله. أستاذ أحمد، وقت اللي ذكرت حضرتك أبناء الحياة، واليوم وقت اللي بنذكر أبناء الحياة نحن عم نحكي عن جيل قادم أو جيل المستقبل، هن الأطفال تمام. اليوم يمكن اليوم هذا الجيل بعيدا شوي أو ما كتير بيعرف عن ثقافة القضية الفلسطينية وانتمائنا لهي القضية. يعني ممكن اليوم تسأل أي حدا عن عرب 48 ما يعرف شو يعني عرب 48 أو شو اللي صار. اليوم عندكم رسالة تحمل إنسانية أخلاقية توثيقية، قدمهم تجسيدة للأجيال القادمة، قدمهم دائما نتذكر البطولات والانتصارات والشهداء. عندما يتحدث الأدب عن صناع الأمل، الشهداء، المفكرين، الأدباء الذين يخلقون قوة المثال، هذا يخلق لدى الجيل القادم والجيل الموجود هذا الإحساس بالانتماء، بالهوية، بالانتشاء بالذاكرة. وبالتالي هنا مهمة الأديب والمفكر والمثقف أن يعني يذهب إلى نشيد الأمل، يصنع نشيد الأمل، لأننا بلا أمل قد نذهب إلى عدم لا نريده، على الرغم مما نتعرض له، على الرغم من التضحيات الجسام التي يواجهها شعبنا الفلسطيني على سبيل المثال. لكن ما معادل كل ذلك؟ معادل كل ذلك أن نخلق ثقافة الحياة. هم لا يريدون لنا ثقافة الحياة، لكن الحياة تستمر. الحياة تستمر بمأثرة الشهيد ومأثرة المبدع مع الآن مع أكيد. بالختام كنت معنا الناقد والصحفي أحمد هلال، شكرا لك أستاذ ولوجودك معنا لليوم، نورت صباحنا. شكرا لكم، صباحكم غير وكل الخير. إن شاء الله صباح، إن شاء الله هيك بصباحات جديدة تكون صباحات النصر. شكرا لك أستاذ ونحن أحمد. ونحن نستبطن النصر ونحن نحمل التفاؤل عقيدة وإيمان. يا رب يا رب، اليوم كلنا هيك دعواتنا واحدة بالنصر بفضل ثقافة الشهداء إن شاء الله، وما أرسوه من قيم في أرواحنا وفي عقولنا وفي ولمستقبلنا. شكرا لك أستاذ أحمد، ولدوركم ولسلاحكم جدا مهم على الأرض. شكرا لك.